بل العراق. أنا أعتقد أن الجيش حالياً يقوم بعمل جيد وهم يحصلون على تدريبات جيدة للقيام بعملهم. الشرطة متدربين بشكل جيد وأعتقد أنهم راح يقومون بعمل جيد للعراق. إيش تعتقد؟ من يساعد العراق؟ أبويا. أنا أعرف الأمريكان ساعدوا بالتدريب والخدمات وإحنا نحتاجهم حتى يستمر نجاح العراق. شنو جوابك؟ يوم آخر في حياتي.